قواقع الدجاج بنكهة إيطالية. مكونات الوصفة موجودة قدامكم، تعالوا ندخل على الطريقة. راح نحمي الزيت ونحط البصل ونخليه ياخذ له لون ذهبي حلو. راح أضيف الدجاج وأضيف الثوم وأقلب مع بعض لحد ما تقريبا يبدأ الدجاج يستوي. بعد كذا راح أضيف الفلفل البارد، إما أخضر أو ملون براحتكم، ونقلبه. نبدأ نبهر، نضيف الملح، نضيف بهارات إيطالية نكثر منها شوي، ونضيف بديل الماجي أو مكعب ماجي براحتكم، نضيف البابريكا والفلفل الأسود، ونقلب المكونات هذه كلها مع بعض. بعد ما تمتزج المكونات راح أضيف جبن كاسات أو جبن سايل وأقلبهم مع بعض. صارت حشوتي جاهزة. نجي للصينية الفرن، راح أحط فيها صلصة الباستا وشوية من معجون البيستو أو صلصة البيستو وأدهنها. أخذ القواقع بعد ما سلقتها وأحشيها بحشوة الدجاج وأصفها في الصينية. بعد ما أخلص صفها في الصينية راح أجهز الصلصة. حطيت من صلصة الباستا وصلصة البيستو وحطيت من كريمة الطبخ وخلطت هذه المكونات كلها مع بعض. بعد كذا صبيتها على الدجاج، على القواقع المحشية بالدجاج زي ما انتم شايفين. أكرمتها بالصلصة وأكرمتها أيضا بجبن الموزاريلا ورشيت عليها رشة الأوريغانو ودخلتها الفرن، وعليكم بألف عافية.